مساء الخير يا فندم، بنعزيك في الملازم اول محمد محمود عبد العزيز. مساء الخير يا فندم، وكل التعازي لجميع اسر شهداء الشرطه اللي زاد عددهم جدا في الفتره الاخيره منذ الثوره حتى الان فوق ال 230 شهيد. هل النادي ممكن يعمل حاجه يا فندم في اتجاه هذه المواقف او هذه الحالات؟ والله هو النادي طلب كتير قوي، بس طبعا وزاره الداخليه وقيادات وزاره الداخليه في الفتره الاخيره عليهم عبء كبير جدا جدا، وفي تغيرات حصلت في القيادات خلال الفتره اللي فاتت كتير جدا نتيجه الرسوب الوظيفي اللي حصل نتيجه المد فوق سن ال 60، اصبح هناك تغيير كتير قوي في القيادات الفتره اللي فاتت، ولكن الوزاره يعني الى حد ما بتحاول ان هي تساعد اسر الشهداء وما تتاخرش عن اي مصاب، في انه حتى لو احتاج العلاج في الخارج بتحاول يبقى في سرعه في انهاء اجراءه. هل ممكن نعمل توصيه او طلب حضرتك ترفعه مثلا دلوقتي حتى لا تتكرر مثل هذه الاحداث، يعني ان يكون هناك اجراءات خاصه لتسهيل سفر المصابين من وزارة الداخلية إلى الخارج، يعني عشان ما يسافرش وقد دخل حالته المنطقة الحرجة وبالتالي يروح يموت هناك، مش نروح نعالجه هناك يعني. أقول لحضرتك من خلال خبرتي المتواضعة، أنا عملت بالتجارة التدريب. أولا تحياتي للسيادة اللواء حمدي سبحان، وهو من أساتذتنا ومن العظماء في وزارة الداخلية، ورجل محترم وسيرته بصراحة يعني سيرة جميلة جدا عطرة يعني. أنا عملت بمجال التدريب 15 سنة، منهم 8 سنوات معلم ومدرب عمليات شرطة وأسلحة. شاركت في مأموريات كتير، أشهرهم مأمورية النخيلة بتاعت عزب حنفي ومأمورية جبل الحلال الأولى اللي استشهد فيها عدد كبير من ضباط الشرطة. الأمر هنا لما نفتكر أحداث الإرهاب في التسعينات، نفتكر سيادة اللواء حسن حميدة ربنا يمسيه بالخير، طلب معدات وآليات، يعني الحكومة استغربت لما هو طلبها لأنها كانت تقترب من 300 مليون وده كان رقم كبير ساعتها، لكن انتهينا إلى أن كل ضابط كان بينزل في أيام الإرهاب في الصعيد كان بينزل بمدرعة اللي هي المدرعة الفهد، كاملة التدريع ضد حتى البندقية الآلي، طلقات البندقية الآلي لا تخترقها، جاب لنا التسليح الجديد اللي هو كان ساعتها قشاق هتلر وطبقات هتلر، جاب السدادات، جاب يعني ادوات للوقايه ولا الحمايه. الامر يحتاج اعتقد في الظروف اللي احنا فيها اللي هي اقصى واصعب من ايام الارهاب، لان دي ظروف استثنائيه بنمر بيها، ثورات متكرره وما الى ذلك. اظن الامر يحتاج الى تضافر جهود من الدوله جميعا لتوفير ادوات يعني احدث معدات الحمايه واحدث معدات الوقايه واحدث الاجهزه التعامل الامني. باكد تاني عشان اللي بيقولوا لا مش وقته وبتاع، هنفضل نقول مش وقته، رجل الامن يجب ان يكون اعلى رجل مميز ماديا في البلد. مش ممكن يكون غير امن على نفسه وكمان غير امن على بيته. واضح سعاده المقدم، انا بشكرك سعاده المقدم طارق سري مؤسس نادي ضباط الشرطه، بعزيك مره تانيه.